من هي كيم يو جونغ؟ أقوى امرأة في كوريا الشمالية وربما ستصبح الزعيمة المقبلة. على مر السنوات السابقة أصبحت كيم يو جونغ وهي الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إحدى المسؤولين الكبار في النظام الكوري الحاكم. واتجهت أنظار العالم أجمع نحو هذه الشابة سنة 2018 عندما زارت كوريا الجنوبية لتصبح أول فرد من سلالة كيم يزور الجارة الجنوبية. تزامنا مع صدور أخبار غير موثوقة وغامضة عن تدهور صحة الرئيس الكوري الشمالي، برز على الساحة حديث عن الوريد الذي سيكمل حكم البلاد بقبضة من حديد. لكن من هي كيم يو جونغ؟ ولماذا لم نسمع عنها إلا الآن؟ في الواقع لا يمكننا معرفة الكثير عن المعلومات عما يجري في هذا البلد السري، لكن ما هو متوفر لدينا يشير إلى أن الوضع لن يتغير حتى تزول سلالة كيم بأكملها. لنتعرف على كيم يو جونغ، وما إذا كانت ستصبح زعيمة كوريا الشمالية أم لا؟ ترتبط شرعية النظام الكوري الحالي بسلالة كيم الحاكمة وبشكل معقد إلى حد ما. استولى كيم جونغ أون على زعامة البلاد عقب وفاة والده كيم جونغ إيل سنة 2011، بينما خلف الأخير والده أيضا سنة 1994 وهو مؤسس السلالة الحاكمة كيم إيل سونغ. في سنة 2011 برزت شكوك حول أهلية كيم جونغ أون تحديدا بسبب صغر سنه، لكن تبين أن أون قادر على إحكام سيطرته على البلاد. يقول المراقبون الكوريون الجنوبيون أن هناك علاقة جيدة تربط بين أون وشقيقته كيم يونغ جون، فأمضى الاثنان وقتا من حياتهما في سويسرا في أواخر التسعينيات عندما درسا هناك، ووفقا لما قاله بونغ يونغ شيك من جامعة يونساي في سيول، مضيفا أن علاقتهما ظلت متينة عندما عاد إلى كوريا الشمالية. إن تاريخ ميلاد كيم يو جونغ غير معروف بشكل دقيق كشقيقها أيضا، لكن من المرجح أنها ولدت بين سنتي 1987 و1989، ومن المعروف أيضا أن والدتها هي الزوجة الثالثة للزعيم الكوري السابق كيم جونغ إيل. في شهر أكتوبر من سنة 2017 نصب أون شقيقته في المكتب السياسي للجنة المركزية بصفتها عضوا بديلا، فحلت محل عمتها كيم كيونغ هي، وهي والأخيرة هذه هي شخصية مؤثرة أيضا في البلاد تحديدا عندما كان كيم جونغ إيل على قيد الحياة. لكن في شهر يناير من سنة 2017 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على يو جونغ، والتي كانت حينها في 28 من عمرها، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين لارتكابها بهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. لكن الولايات المتحدة ادعت أيضا أن كيم يو جونغ شاركت في الترويج لدعاية كوريا الشمالية، وشاركت أيضا في سن سياسات صارمة وإخفاء سلوكها القمعي واللا إنساني. قال الخبير في الشؤون الكورية الشمالية مايكل مادن، وهو يعمل حاليا في جامعة جون هوبكنز في مقابلة مع قناة دويتشا فيلا، أن كيم يو جونغ إحدى أكثر الشخصيات الموثوقة من طرف الدكتاتور الكوري كيم جونغ أون. وأضاف مادن أن أون هو أصغر أولاد كيم جونغ إيل السبعة وأصغر شقيق لكيم يو جونغ. كانت والدتها كو يونغ هوي عضوا في جوقة مان سوداي للفنون، وهي جوقة محترمة وذات مكانة رفيعة في البلاد، وكانت أيضا زوجة الزعيم كيم جونغ إيل وفقا للقانون العام. تلقت كيم يو جونغ تعليما خاصا في المنزل، والتحقت مع شقيقها بمدرسة قرب مدينة بيرن السويسرية خلال تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحادي والعشرين. لاحقا التحقت كيم يو جونغ بجامعة في كوريا الشمالية ودرست لبعض الوقت في أوروبا الغربية وفقا لأقوال مادن. ويقال أن كيم يو جونغ تحمل شهادة البكالوريا في علم الحاسوب وتتحدث لغات أجنبية كالإنجليزية والفرنسية. شوهدت كيم يو جونغ لأول مرة عندما كانت إلى جانب السكرتير الشخصي لوالدها وعشيقته المدعوة كيم أوك في المؤتمر الثالث لحزب العمال في شهر سبتمبر من سنة 2010. وفي سنة 2012 ذكرت التقارير تبوء كيم يو جونغ منصب مديرة رحلات كيم جونغ أون تحت سلطة لجنة الدفاع القومي.
وصلت كيم يو جونغ إلى مناصب سياسية في شهر أكتوبر من سنة 2014، حينها حلت محل نائب الرئيس عندما كان شقيقها مريضا ويخضع للعلاج الطبي. وفي شهر نوفمبر من سنة 2014 أصبحت نائب رئيس قسم الدعاية والترويج في كوريا الشمالية. وباعتبارها واحدة من المساعدين الموثوقين للزعيم الكوري الحالي، فأخذت على عاتقها عدة مهام إدارية إضافية، فكانت تتلقى التقارير وتطلع شقيقها عليها وترسل تعليمات الرئيس. وفي العامين الماضيين ظهرت يو جونغ إلى جانب شقيقها في الكثير من المؤتمرات والقمم، من بينها لقاء الزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جان إين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويقول المحللون الدوليون أن يو جونغ عملت على تحسين صورة شقيقها العامة على الصعيدين الدولي والمحلي. كما مثلت يو جونغ شقيقها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2018 المقامة في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية. لكن رتبتها في النظام الهرمي السلطوي الكوري تدنت في 2019 إثر فشل قمة هانوي، فوقع اللوم عليها. تذكر التقارير أيضا أن كيم يو جونغ متزوجة من تشوي سونغ، وهو ابن تشوي ريونغ هاي، أحد المرشحين لشغل منصب الزعيم الجديد لكوريا الشمالية. يقول الخبراء أيضا أن الشابة لا تزال صغيرة، كما أن المجتمع الكوري الشمالي هو مجتمع ذكوري، لذا قد تقف عوامل مشابهة أمام وصولها إلى رئاسة البلاد. بينما يقول محللون آخرون أنها أفضل خيار متاح، فالنظام الكوري نظام عائلي، ويبدو أن كيم جونغ أون يثق كثيرا بشقيقته، وبما أنها تحمل دماء السلالة الحاكمة، فمن الطبيعي أن تكون القرارات الصادرة عنها أقوى أثرا من القرارات الصادرة عن مسؤولين كوريين آخرين. وعلى الرغم من عدم توافر المعلومات الكثيرة عن هذه الشخصيات، لكن من الواضح أن كيم يو جونغ لا تختلف كثيرا عن شقيقها أو والدها، وربما ستحكم البلاد بقبضة من حديد كما فعل أسلافها، أو قد تبهرنا جميعا بحنكتها السياسية وتجري تحولات جذرية في البلاد.